مشاهدينا في فقرتنا الأسبوعية التي تتحدث عن فقرات الأمومة والطفولة، دعونا نتعرف على كيفية العناية بالمواليد مع روان غانم، نتابع معكم. خلال الفترة الأولى بالرضاعة الطبيعية بتكون الأم محتارة، هل حليبي مكفي الطفل أم لا؟ بحلقة اليوم رح نعلمك العلامات اللي بتدل إنه حليبك كافي لطفلك، ورح تعرفي ليش طفلك مرات بيطلب الرضاعة بشكل متكرر. إذا كان طفلك بيرضع 8 ل 12 مرة بال 24 ساعة، أي كل ساعتين لثلاث ساعات، مدة ما بين ال 15 دقيقة لل 30 دقيقة، وإذا كان طفلك بيزداد بالوزن بعد الأسبوع الثاني وللشهر الرابع بمعدل 150 ل 240 جرام، إذا كان طفلك بيتبرز باليوم الأول فوطة واحدة بس، وباليوم الثاني فوطتين، وباليوم الثالث ثلاث فوط، وباليوم الرابع حتى نهاية الأسبوع السادس ثلاث مرات أو أكثر، زائد أنه بيتبول ست مرات، وبعد نهاية الرضعة بيكون هادي قليل الحركة وممكن ينام ساعة لثلاث ساعات. إذن حليبك كافي لطفلك. في بعض الأحيان الطفل بيرضع بشكل متكرر بيقلق الأم، ولكن قد تكون الأسباب ما إلها علاقة بقلة الحليب عندك، وإنما إلها علاقة بخصائص الطفل. فالطفل بينولد بمعدة جداً صغيرة، حجمها حجم حبة الكرز، بتوسع 5 إلى 7 ملي بكل رضعة. بتكبر معدة الطفل بشكل تدريجي لتوصل لحجم البيضة على عمر الشهر، وبمر طفلك خلال حياته بطفرات النمو، فترات طفلك بيكون فيها بيرضع بشكل متكرر ليحصل على سعرات حرارية أكثر عشان يكبر وينمو بالحجم. وبتصير طفرات النمو مع طفلك الرضيع على عمر 7 أيام، وبتتكرر على الأسبوع الثالث وعلى الأسبوع السادس وعلى الشهر الثالث وعلى الشهر السادس وعلى الشهر التاسع. كل اللي عليكي تستجيبي لرغبة طفلك المتكررة بالرضاعة. انتقال طفلك لعالمنا بخليه دائماً متوتر، وبيحتاج دائماً لحضنك. وجود الطفل مع أمه بوضعية الرضاعة بيهدي الطفل وبيساعده على تقبل انتقاله من الرحم للحياة. خلال فترة المساء نتيجة شعورك بالتعب، ولأنه دورة الهرمونات بتخلي حليب الأم بالليل أقل كمية وأكثر دسامة، فبتشوفي طفلك مساءً بيرضع بشكل متكرر. رضاعة طفلك بشكل متكرر مساءً بتساعده على أنه ينام بالليل لفترة أطول. عزيزتي الأم، الرضاعة الطبيعية بالفترة الأولى ممكن تكون صعبة عليكي، ولكن تذكري فوائد الرضاعة الطبيعية اللي حتدوم مع طفلك طوال حياته وحتكون مفيدة إلك وإله. فاستمري بالرضاعة الطبيعية، ومع مرور الوقت رح تصير الرضاعة أسهل بكتير.